حكومة السراج وميليشياتها جعلت من ليبيا بؤرة للإرهاب عبر جلب المرتزقة والغزو التركي إلى البلاد لبناء دولة مدنية حسب قولهم، ولكن ما تظهره الحقائق بأنهم جعلوا البلاد مرتعا للإرهابيين، حيث ظهر الإرهاب السوري قاطع الرؤوس غليظ جناب مجددا في ليبيا، ولكن هذه المرة مرتديا رتبة عميد في وزارة الداخلية الليبية بحكومة الصخيرات، وهي التي أطلقت عملية باسم البلد الآمن. غليص نشر عبر صفحته الشخصية صورة وهو يرتدي بزة عسكرية مع قبعات للصاعقة على رأسه ورتبة للداخلية، بينما يقوم وزير داخلية السراج فتحي باشآغا بزيارة إلى مدينة ترهونة بدعوى حفظ الأمن عقب السلب والنهب من الميليشيات، بالإضافة للإرهاب السوري الذي يحمل رتبة عميد في الداخلية السراج. فأين الأمن ومن من ولمن؟ صحيفة المرصد تحصلت على صورة يظهر فيها غليص ممسكا برأس أحدهم في سوريا قبل 4 سنوات عندما كانت مدينة حلب السورية خاضعة لسيطرة تنظيم داعش والميليشيات السورية الموالية لتركيا. قبل ذلك بيومين كان الإرهاب السوري سامر الأطرش المكنى أبو يعرب الأثري، والذي كان ينتمي لجبهة النصرة، قد لقى مصرعه في ضربة جوية غرب مدينة سرت أدت لمصرعه وعدد من رفاقه على يد القوات المسلحة. يأتي ذلك ضمن دعم الغزو التركي للسراج وميليشياته بدعمهم بالمرتزقة والإرهابيين لزعزعة استقرار البلاد لتحقيق أطمعهم. لقناة ليبيا الحدث، بو بكر العقيلي.